كشفت تقارير حديثة من ويكيليكس أن وكالة الاستخبارات الأمريكية تمكنت عام 2008 من اختراق عملية الإنتاج التسلسلي لهواتف شركة أبل، وزرعت فيها برنامجا يتيح لها التحكم بهذه الأجهزة. ما يعني؟ أن الوكالة استطاعت السيطرة على آيفون، وأصبح بمقدورها متابعة نشاط المستخدمين لحظة بلحظة. والسؤال في ملفنا الخاص الليلة سيتعلق بحماية الخصوصية في ظل تعقيدات التكنولوجيا وأحقية أجهزة الأمن في السعي إلى تحصين المجتمعات. ما هي خطوط التماس بين ما يتيحه القانون وما تطلع به الأجهزة الأمنية؟ وما الفيصل بين الحرية والمسؤولية في مثل هذه الحالات؟ مفاجأة جديدة من ويكليكس بخصوص اختراق المخابرات المركزية الأمريكية لهواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل، وكذلك حواسب الماك من الجيل الثالث التي تم إطلاقها عام 2008. يشير الموقع المشهور بتسريب المعلومات السرية إلى أن CIA تمكنت من الاندساس في عملية الإنتاج التسلسلي لهواتف شركة أبل، وزرعت فيها برنامجا يتيح لها التحكم بهذه الأجهزة، برنامج أطلق عليه اسم السماوات المظلمة أو ما يعرف بنايت سكايز. يوفر هذا البرنامج الخاص لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إمكانية الإدارة والتحكم بشكل كامل بكافة تقنيات الجهاز، وتسجيل كافة ما يفعله المستخدم، وتنفيذ كافة العمليات الإلكترونية من تحميل ملفات وتفريغها دون علم صاحبها. كما تشير إلى أن هذا البرنامج قادر أيضا على تجديد نفسه بنفسه بعد تحميله في الهاتف دون علم مالكه بوجود مثل هذا البرنامج على الهاتف. وتوضح الوثيقة أن برنامج السماوات المظلمة يجري تحميله في الهواتف التي تنتجها شركة أبل فورا بعد صناعتها، مشيرة إلى أنه يبدأ بجمع المعلومات فقط بعد تشغيل الجهاز. كما تؤكد أن جميع المحاولات لإزالة البرنامج بصورة نهائية لن تنجح إلا إذا تم إعادة ضبط الجهاز على وضعية ضبط المصنع. من جانبه نقلت مجلة فوربس الأمريكية على لسان خبراء أمنيين أن الوثائق الأخيرة لا تمثل خطورة كبيرة بالنسبة للمستخدمين العاديين، خاصة وأن عمليات القرصنة تلك قد تكون نفذت على نماذج الجيل الثالث من آيفون، ولا يوجد أي دليل على اعتمادها في النماذج التالية. ومعنا من القاهرة الخبير في تقنية المعلومات شريف عبد الباقي، أهلا بك عبر سكاي نيوز عربية. يعني هذه المسألة كانت تتكرر دوما في المجتمع الأمريكي، التجسس عبر المواطنين الأمريكيين هو خرق للدستور والقوانين التي تكفل الحرية الفردية، ولكن اليوم يعني الكشف عن السماوات المظلمة، هذا البرنامج التي يتجسس على كل سكان الأرض، على كل فرد منا، يعني هل اليوم الأولوية هنا بين حماية الحرية الفردية أو بين حماية الأمن العالمي؟ لازم كلنا في البداية نعرف أن جهاز التليفون المتنقل أو المحمول دوت ما هو إلا جهاز إرسال واستقبال. طالما جهاز إرسال واستقبال يبقى مسموح ليه زي ما بيستقبل الداتا والبيانات والكلام، هو في الآخر ممكن يكون جهاز إرسال لهذه البيانات، وهو ده اللي بيحصل دلوقتي فيما يسمى بالكلاود. فحتة حماية الخصوصية وحماية المجتمعات وكل هذا أعتقد هو في سبيل ضرب من ضروب الخيال، لأن لا يوجد خصوصية لمستخدم طالما دخل على شبكة من الشبكات. دخلت على شبكة من الشبكات كمستخدم، فأنت بقت جزء من هذه الشبكة، اللي يقدر يركب الشبكة ديت أو يتحكم فيها أو يقدر يخترقها، كل ما هو على الشبكة بيكون متاح ليه. وكلنا عارفين ان احنا كمستخدمين ما بنقراش الاتفاقيات الاستخدام، يعني احنا في الاخر البرامج اللي احنا بنشتغل بيها ما بنشتريهاش، هي مش بتاعتنا، احنا بنمتلك بموجب استخدامها حاجة اسمها ترخيص استخدامك لهذا البرنامج، يعني البرنامج ده اصلا لا تمتلكه. دخول المخابرات الأمريكية، هي الموضوع مش محتاج يكبر قوي كده، ما احنا لو عملنا سيرش على اي برنامج تصفح وقلنا برامج الاختراق
هتلاقي كل اللي حضرتك جه في ويكيليكس او جه في اي معلومات القراصنة الاشخاص مش اجهزه المخابرات العالميه. نعم. يعني انت اليوم تنصح المستخدم بعدم يعني الانصياع وراء الاغراءات او ما يعني يتم تحميله من تطبيقات اليوم او ما تسوق له الشركات بشان حمايه الهواتف، فهذه الهواتف يعني مكشوفه ومفتوحه لهذه الاجهزه الدوليه. طبعا. لا، هو في الأول أنت مين؟ يعني أنت شخص عادي، أنت شخص مسؤول، ما تتداوله أو تتناقله مهم للأمن القومي بتاعك أو أمن بلدك أو في خطورة عليك شخصيا أو على مجتمع أنت بتمثله، ولا أنت مجرد مستخدم عادي بتتكلم في التليفون بتنقل بيانات بتستخدم هذه البيانات، فأنت مش هتشغل حد إلا اللي مهتم بيك. لكن لو انت مسؤول في دولة من الدول، انت وزير، انت رئيس هيئة حساسة بتشتغل في مكان ليه خصوصية، لازم تبقى فاهم ان الجهاز اللي في ايدك ده انت لا تتحكم فيه، هو اللي بيتحكم فيك، او هو ممكن يبقى جهاز نقل عنك او ينقل اللي حواليك دون ان تشعر ودون ان تدري. اللي جه في التقرير بالنسبة للتحكم في البرامج التسلسلية، هو ممكن يكون ايه؟ ان هي على قد ما فهمت منه، لان ويكيليكس ما بيشرحش وبيدي المصطلحات اللي تخصه، اللي هي حاجه اسمها الامبيدد سيستم، الكاميرا، السماعه، الميكروفون، المذر بورد، البروسيسور، ده كله بيشتغل بامبيدد سيستم او ببرامج سوفت وير داخليه. اجهزه المخابرات يمكنها تفعيل المايك في الموبايل يعني من دون العوده الى المستخدم كده. الاستماع ايضا الى الهاتف اثناء ايضا عدم استخدام الجهاز. تمام، ده الحل عندنا بقى احنا كمجتمعات مستهلكه او مستهدفه، احنا هنعمل ايه؟ هو ده الكلام. يعني في قمه العالم للمعلومات خرج منها توصيات باتحاد امن سيبراني لتوعيه المجتمعات والشباب باهميه الامن السيبراني والهيئات والحكومات العالميه، وموجود هذا الاتحاد في مملكه البحرين وليه نشاط كبير وبيعمل برامج تدريب، ان المستخدم العادي ازاي يبقى واعي بامتى يستخدم الموبايل كشبكه وامتى يستخدمه في طيب. نقل الداتا وياخد باله من ايه كخبير في تقنيه المعلومات مش عارفها. نعم، كل الاجهزه، كل التطبيقات، ان كان يعني اجهزه ايفون، مايكروسوفت، جوجل، سامسونج، كل هذه الاجهزه، الاندرويد، الاندرويد، حتى اجهزه يعني التلفزيون الذكيه هي ايضا تتجسس علينا في منازلنا كل ليله وكل يوم. الغسالات والثلاجات طبعا، الغسالات والثلاجات، احنا داخلين على الجيل الخامس او الانترنت اوف سينكس، يعني برضو الناس مش فاهمه، الجيل الرابع مزيد من السرعه استكمال للجيل الثالث، الجيل الخامس هو شغال دلوقتي اللي هو انترنت اوف سينكس او انترنت الاشياء، كاميرات الشوارع اللي بتصور، الثلاجه اللي هي بتتصل بالصيانه، باب التلاجة اللي هيبقى زي شاشة كمبيوتر بيستخدم في المنازل الذكية، جهاز التكييف، العربية بتاعتك اللي انت بتشغلها وتعرف تكشف عليها المية، مستوى الزيت، الصيانة هتروح لها امتى، كل الكلام دوت هو الانترنت اوف ثينكس او الجيل الخامس. يعني هيبقى تلتين المتصلين بشبكة الانترنت ليسوا بشر، مش احنا، هتكون اجهزة بتكلم بعضها البعض. هذه الاجهزة ما ادرانا ان هي هتكون تحت سيطرة مين؟ هي دي الحرب الإلكترونية، هي دي الجيوش الإلكترونية، وهي دي اللي لازم الدول عندنا تتنبه ليها. إذا لم تكن هي جزء من إنتاج البرمجيات، مش البرمجيات بس كمان اللي بتم تحميلها، لا، برمجيات الأجهزة الإلكترونية المنتجة، البوردات، البروسيسور، الشاشات، الكاميرات، الألياف الضوئية اللي بيمشي فيها المعلومات، لو لم ننتج يعني عندنا هنا في المنطقة هذه الأجهزة فإحنا معرضين، مش معرضين لخطر، هذا هو يعني واقع الحياة المكشوفة بدءا يعني من هذه الأعوام. تمام. ومع الجيل الخامس كما أشرت. الخبير في تقنية المعلومات شريف عبد الباقي، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك.